الذي تحقق بالفداء وبذل الدماء. وعاشوراء أيها الإخوة هو انتصار الدم على السيف. محرم أيها المؤمنون هو شهر النهضة الكبرى لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وسيد أولياء الله الذي علم البشرية بدوره درس البناء والصمود، وعلمها أن طريق فناء الظالم وهزيمته إنما يكون بتقديم الضحايا والتضحية بالنفس. وهذا الأمر هو أهم تعاليم الإسلام إلى الشعوب إلى آخر الدهر. أيها الأحبة، بحلول محرم الحرام يكون قد حل شهر الملاحم والشجاعة والفداء، شهر انتصار الدم على السيف، شهر تمكن فيه الحق من دحض الباطل.
نعم أيها الإخوة، نعم أيها الحسينيون، نعم أيها الموالون، أبد والله ما ننسى حسيناه، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه. لبيك يا حسين، يا عباس جيب الماي لسكينة. نداءات من شهر محرم الحرام، شهر الدم والشهادة، شهر محرم علم الأجيال على مر التاريخ طريق الانتصار على الرماح، شهر سجلت فيه هزيمة الباطل أمام الحق، شهر علمنا فيه إمام المسلمين طريق مواجهة الظالمين على مدى التاريخ. أيها الأحبة، أيها الموالون، يا من جئتم تعزون سيد الشهداء، يا من جئتم تعلنون الولاء لإمامنا الحجة ابن الحسن، أيها الموالون، سقط سيد الشهداء مضرج بدمه الزاكي، فروى الإسلام بدمه. نعم، قضى سيد الشهداء وقضى معه جميع أصحابه وعشيرته، فعلى به الإسلام. إن استشهاد الحسين عليه السلام، أيها الإخوة الموالون المحبون العاشقون لدم الحسين، إن دم الحسين أحيا الرسالة، فإحياء الرسالة شعيرة عبادية وسياسية. أيها المحبون، أيها الأحرار في العالم، سقط سيد الشهداء مضرجا بدمه، وهل انتهى الأمر؟ لم ينتهي الأمر أيها الإخوة، لم ينتهي الأمر أيها الموالون، لم ينتهي الأمر أيها الحسينيون، لقد كان امتدادا لكل الثورات الحسينية التي انطلقت بعد مقتله الشريف. أيها الأحرار في كل بقاع العالم، يا من تسمعون صوتا كربلائيا ينطلق من قناة كربلاء الفضائية لتكون متواجدة معكم في بيوتكم وفي محلاتكم وفي كل مكان، بعد أن استقرت في قلوبكم تنادي فيكم الثأر، تنادي فيكم الخروج إلى الشوارع لطلب الثأر للحسين عليه السلام، تنادي فيكم المروءة، تنادي فيكم الشجاعة.